معانا شكوى استاذ السويسي رشدي. اهلا وسهلا، السلام عليكم. اهلا وسهلا يا فندم، السلام عليكم. سوسو رشدي، صحفي جريده احداث اليوم المصري اسيوط. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل. اهلا بيك يا فندم. احنا صحف، انا بشتغل على الصحافه الاستقصائيه والقصص الانسانيه. فكان من ضمن الحالات المؤثره جدا حاله السيده تدعى ناديه حسين علي وجوزها عبد الحي الزهران، من دول مسنين في السن الكبار، يعولوا 7 افراد من الاسره بنات. المشكله ان الست دي بيتها واقع والماديات عندها غير متوفره، بتقبض معاش حوالي 400 جنيه. فكانت من القصص الانسانيه اللي تمنينا ان اهل الخير يتفاعلوا معاها بشيء من المساعده. المكان فين؟ حتى المكان فين في أسيوط؟ المكان اسيوط، مركز ومدينه ابو تيج، شارع عزت محروس، قريه النخيله، جبل البلح. طيب مرة كمان، معلش مرة كمان عشان الناس شارع برضو. عزت محروس، قرية النخيلة، جبل البلد، بمركز مدينة أبو تيج، محافظة أسيوط. طيب هي دلوقتي البيت اللي كانت قاعدة فيه أوضة، صح كده؟ البيت عبارة عن أوضة وطرقة صغيرة، ويعني المفروض إن يبقى فيه حمام. فما فيش حمام والبيت وقع. البيت وقع. احنا حاليا البيت فيه بعض اهل الخير تبرعوا بجزء من المواد البناء. البيت حاليا واقف على السقف، وبعض العفش البسيط اللي هو ممكن يعيش عليه الانسان البدائي. تكلفة السقف كام؟ يعني ممكن تتراوح من كام لكام؟ والله هي تكلفة السقف دي أكيد يعني في غلو الأسعار يعني هتبقى مرتفعة شوية عليهم. لا أقصد كام، عشان لو حد حابب يشارك معانا تقريبا كام، ولو اتعمل خرسانة أو لو اتعمل خشب، ممكن يتعمل خشب ولا ده صعب؟ ممكن يتعمل خشب، يعني لو خشب أنا برضه أقصد يبقى مكلف، حل يعني مش مؤقت يعني. هيكلف أقل من 10,000 جنيه أو 5,000 جنيه. 10,000 ده الخشب ولا؟ ده الخشب. خشب، تمام. يعني طن هم الحديد حاليا، طن الحديد وصل 8.5، يعني تمام، 8,500. يعني هم اللي محتاجينه يتم تسقيف البيت، ولو حد يقدر يساعدهم بأي قطع ويبقى أثاث. فيه حمام، لان يعني البيت خالي من دورة مياه، والبيت على التراب يعني، وما فيهوش ادوات معيشة اساسا. يعني طيب الحال هناك، يعني في المكان اللي هم قاعدين فيه ده، حال الناس كلها هناك كده ولا ده البيت الوحيد اللي محتاج؟ لا، دي حالة انسانية وحيدة يعني. طيب طيب احنا بنشكر حضرتك اولا على تفاعلك، وانت من اجدع الناس كده ان انت بتشوف الناس وعايز توصل صوتهم، مش بتطلب حاجة لنفسك، فدي تحية ليك اولا. ثانيا جمهور كلام الناس بقى، يعني الناس محتاجين تقريبا 10,000 جنيه علشان يسقفوا البيت. طبعا احنا عارفين ان الشتاء داخل شوية، هيبقى فيه امطار وخلاف، مينفعش اسرة زي دي تبقى مرمية في الشارع. انا عارف ان ان شاء الله حضراتكم تقدروا تساعدوا، احنا مش بنلم تبرعات ولا اي حاجه، اللي هيكلمنا ان شاء الله هنوصله بالحاله او باستاذ السويسي رشدي، وهو هيوصلكم بالحاله بقى، سواء لو هتجمعوا وتبعتوا لها او حد يتولى الموضوع. يا سلام لو جمعيه معينه تقول لنا يلا احنا خلاص هنروح ونسقف لهم البيت، وهنيالك يا فاعل الخير واحنا داخلين على الشتاء، لما تبقى اسره مكونه من راجل وست وسبع افراد وأوضة واحدة وقاعدين في الشارع والعفش مرمي في الشارع وشوية هيبقى فيه أمطار، فالتكافل الاجتماعي يصحصح معانا شوية وكلنا نبتدي ناخد بالنا من بعض. اللي يقدر يتطوع في إنه يساعدهم بأي شكل كان، حتى لو أنت تسأل عليهم وتهتم، أهلا وسهلا. أجبروا بخواطر الناس، بما إن حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن جبر الخواطر. ربنا يستخدمنا جميعا ولا يستبدلنا.